مرحبا لكل الأصدقاء المستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا. أهلا وسهلا فيكم على حلقة جديدة من برنامج جلاشو. مثل العادة كل نهار خميس بتمام الساعة 5 بعد الظهر منطل عليكم لنقدم لكم حلقة جديدة من جلاشو ودايما عبر هوا البلد. فأهلا وسهلا بالجميع. اليوم حلقة جديدة رح نترافى فيها نحن وياكم لمدة 40 دقيقة من الهواء مباشرة، وطبعا وين ما كنتوا عم تسمعونا من كافة المناطق اللبنانية من دون استثناء، أو سواء كنتوا على الطرقات بالعاصمة بيروت، على الطرقات الرئيسية أو الفرعية، وعلقانين بعجقة سير كتير قوية، ما لكم إلا تحطوا هوا البلد وتسمعونا. اليوم استثنائيا رح رافقكم بهالحلقة من جلا شو أنا وليد فريجي. بدي وجه تحية كتير كبيرة لزميلتي أنيت عدوان اللي لظروف خاصة اليوم ما قدرت تكون موجودة معنا بالستوديو، فمنوجه لها تحية كتير كبيرة. كمان قبل ما فوت بالبرنامج بدي وجه تحية لزملائنا بجلا وبليالينا، وبدي خص بالذكر إليان جبر وكل الصبايا والشباب. بتمنى انتو تكونوا منيح وتكونوا بخير رغم كل الاوضاع والظروف اللي عم نعيشها بالبلد وبالدول المجاورة، ورغم كل التهويل وكل الطبول التي تقرع مثل ما بنقول هيك، طبول الحرب بطريقة مباشرة او غير مباشرة. بتمنى انه هيك رغم كل هالظروف ورغم كل هالرؤية الضبابية والمنة واضحة، يعني صدقوني اهم المحللين اليوم السياسيين، ما عم بحكي سياسي، اليوم ما عم يقدروا يتوقعوا اكتر من اسبوع شو ممكن يصير هودي المحللين السياسيين، لانه عم نعيش كل يوم وبيوم وما عم نعرف حتى بهنهار او بنهاية هنهار شو مخبيلنا من احداث ومن اخبار. كرمال هيك بدي ادعيكم ضلكم دايما متفائلين. تفاؤل اليوم ببلادنا كتير مهم. بدي أدعيكم اليوم هيك قد ما فيكم ترفعوا عن حالكم، قد ما فيكم تكونوا أشخاص عن جد أنتوا تقدروا تبسطوا حالكم بالتي هي أفضل أو أحسن مثل ما بنقول نحنا، خصوصا أنه في كتير وسائل ترفيه، في عندكم تلفزيون، في عندكم سينما، في عندكم مطاعم، في عندكم كتير قصص بتقدروا تعملوها بحياتكم. وخصوصي اليوم اللي عم بتابع البرامج عبر شاشات التلفزيون، وخصوصي البرامج الجديدة اللي عم نشوفها، رغم تحفظاتي على البعض منا ولجوء البعض منا إلى هيك شوي استخدام عبارات خادشة للحياة، لكن تبع هيك برامج يعني بشوفها أنه حلوة مهضومة صيفية بتسلي، مثل سبلاش مثلا أو مثل كوميكاز أو مثل قرب التنحل. كل هيدي برامج انوجدت انه هيك لتسليكم رفع عنكم، رغم انه البعض بشوف انه هيدي البرامج تحديدا يمكن شوي عم تزيدها بتقديم تحديدا كلمات خارجي عن المألوف، منها مستحب انه خصوصا عم تعرض انه هي بوقت كتير بكير، يعني 8:30 تحديدا بعد الاخبار بيكون في ولاد بعدها عم تحضر، في عبارات عم تقطع منها حلوة يمكن يسمعوا. بس انا بقول شغلي الولد اللي بده يسمعه بده يحضر، اليوم صار كل شيء مباح وكل شيء متاح عبر وسائل التواصل الاجتماعي وحتى عبر الانترنت، يعني اليوم الواحد بكبسة زر بيوصل لكل العالم وبيعرف كل حدا شو عم بيصير وشو عم يعمل. كرمال هيك هون في تعدد بالاراء، يعني البعض بتشوف انه هيك المبالغه باستخدام بعض العبارات شيء عادي، صار عادي اليوم، البعض الاخر لا بيشوف انه لازم هناك بعض التحفظات وفرض بعض القيود والرقابه على هيك برامج من قبل المجلس الوطني للاعلام اللي يعتبر شبه مغيب، هيك البعض بيشوف. بكل الاحوال رح نبلش نحن وياكم برنامجنا باغنيه رائعه للسيده فيروز، بدي اديكم اياها وبتمنى انه تستمتعوا فيها.
متطلبات هيداك الزمن من الصبية هيك متواضعة اليوم؟ مين بيقبل بعض بهالقصص وبهالخبريات وبهالحكيات؟ لا البعض بشوف انه بوقتها كان في بركة وكان في محبة عن جد حقيقية وهيك، فالزمن تغير وكل شيء تغير. بنحييكم من جديد مستمعينا وين ما كنتم عم تسمعونا، وبننتقل لضيفتنا لليوم. خير الكلام ما قل ودل على نفسيتها الحلوه وعلى نجوميتها اللي سطعت بكل الدول العربيه ووصلت الى كل دول الاغتراب. هي اللي على مر سنوات عملت سكوبات وهتات بالاغاني اللي قدمتها، اجادت الخيار والاختيار من خلال اللحم والكلمه والاداء. هي ساندريلا الطرب كانت وما زالت، هي كل مره بترجع فيها على الساحه الفنيه بتعمل خضة بحسن اختيارها وبهضمتها وبقلبها الطيب. قد ما أقول عنا شهادتي مجروحة فيها نظرا لمحبتي الكبيرة لإلها. ألين خلف، أهلا وسهلا فيكي. مزور، أهلا وسهلا فيك. ميرسي شهالمقدم الحلوة هيدي، تستاهلي أكتر من هيك يا ألين. تسلم. مشتاقين ولا بالأكتر؟ أنا مشتاقة قبل أكتر لكل اللي بحبوني وين اللي ما بحبوني كمان. ليه كتير اللي ما بحبوك يا ألين؟ يلا نشكر ربنا. وهيدي نعمة عن جد، يعني في مرات اليوم فنانين وصلوا على الساحة، وصلوا صاروا فنانين كلاس اي وما كتير في قبول من الناس، وهيدي مثل ما قلت عنا نعمة. انت الناس بحبوكي. مزبوط. ليه؟ ما بعرف، يمكن لان بحسوا انه اقل منهم، ما بحسوني كتير مغرورة، ما بحسوني كتير شايفة بحالي. بعتقد الناس بتحب الشخص اللي بيكون بحسسهم انه هو منهم وفيهم. جد يعني ما بعرف، وهيدي انا بطبيعتي صراحة. انت حدا كتير متواضع، وحدا بيضل يضحك، وحدا مهضوم، وحدا هالقد قوي. يعني مرقتي بظروف يمكن مانا كتير حلوة مثل اي انسان بغض النظر سواء ظروفك او بس دايما بضلك تضحكي ألين، بضل عندك تفاؤل بالحياة، تفاؤل بالحب. منين بتجيبيهم هول كله؟ والله ما إيمان الكبير عن جد. يعني على فوق بحب لك شغلة، إنه التواضع هو قوة، هو سلاح. يعني كل إنسان ما متواضع بعتقد عنده مشكلة بينه وبين حاله. يعني هيدا الإنسان اللي متواضع واللي بيكون هيك كتير هيك يعني عايش الحياة بطبيعتها، بيكون إنسان ما عنده عقد نفسية وما كان شيء وصار شيء. هذا بقى أنا هيك أنا ب ب ب يعني بشوف بعيني هيك. هيدا اللي قلت لك يا هيدا الشغلة. بعد مصيرة طويلة بالفن في عقد نفسية كتير عند الفنانين. يعني أكيد ماما، يعني بتعرف يعني كل واحد بيكون طالع من بيئة أو صاير معه شيء بحياته أو كان شيء أو صار شيء أو أو أو، يعني في كتير قصص بالحياة بتصير مع الأشخاص اللي بيكونوا ببلشوا من الصفر ليبلشوا لما بعرف قديه بيصيروا. طبعا هون قديش هو عنده قوة تحكم بغروره ولا بتواضعه ولا باللي هو، يعني المغريات كتيرة بقى، كل واحد راسم كل ما بيحمله. ومشان هيك أنا ممكن بقول لك إنه هيدي الشغلة فيه كتير منيحة. بشكر ربي عن جد 100 مرة. الحمد لله. ما سألتك وين كان التليفون دخلك لما دقيني لك هلا؟ كان حد هاي مشكلتي مع التليفون، كلهم بيقولوا لي ما رديتي وينك وكيف وكذا. بقى بكون انا عندي كذا ساك، يعني بغير كتير كل يوم حسب شو لابسه، بقوم بحط التليفون بقلب الساك وبنسى كنت لابسه، ودايما بحطه بالليل اكيد سايلنت لانه مشان ما اوعى بالليل.
خفيف كتير. شو بدي أخبرك؟ عادة حياتكم بالليل بتنامي بالليل قليل؟ أنا نعم، إذا ما عندي شيء كتير بخضع للنوم، لأنه بحسه أنه هو بيعطينا الراحة وخليني أفكر صح. إذا ما عندي شيء، بس أنه بحب أسهر وبحب يكون عندي قصص كتيرة بالليل وهيك، بدنا نظهر نتعشى أو نحضر حدا أو هيك. قليل بدي أقول لك ألف مبروك على غنيتك الجديدة خير والكلام ما قل ودل. عن جد كانت رجعة حلوة ورجعة مميزة، مثل ما عودتينا دايما بتغيبي وبترجعي بقصص ناجحة. هيدا هو شعارك بالحياة خير الكلام ما قل ودل؟ اي هيدا شعاري بالحياة، ما في احلى من البسيطة والصغيرة توصل من دون ما نشرح 3 ساعات واربع ساعات ونبلش نبني قصور بالهواء ويكونوا على الفاضي. بنيتي قصور بالهواء بحياتك؟ انا ما بحلم، ما بحلم بشي بالهواء. بفكر انه ان شاء الله اوصل لهيدا الشيء، يعني ما بحلم، بس يعني وقت القدر بيلعب ضدك شوي. صح. الاغنية انا بفكر صح، يعني بس انه بفكر انه انا صادقة من جوا، فكر كل العالم مثلي، وهيدا الشيء الحلو فيي، ما راح اغيره لو شو ما كان. ما بتحسي التجارب اللي مرقتي فيها بتعلمك وبتخليكي حدا انضج واقسى بالحياة؟ اكيد التجارب بتتعلمني، بس بتعلمني، بس مش انه توقف لي بقلبي وصدقي، لا، بس انه اكيد لازم انه شغل عقلي اكثر وكون اوعى من هيك. شو اهم درس علمتك اياه الحياة لحد اليوم؟ اهم درس؟ يعني اتقي شرا من احسنت اليه، هذا بكفي. ايوه قوية. هي بدها قواص. هلا دارس القواص. يا الله ما فيلك، احنا ما بنعرف نقوص، احنا بنقوص بالمحبة. هي كنت عم اقول لك قالين انه الغنيه الحمد لله ناجحه، الناس حبتها، في يعني في قبول من قبل الناس لهالاغنيه تحديدا. طالما انه هي هالقد الناس بتحبك، ليه ما بتواظبي قالين على انه يكون عندك دائما اغاني تنزليها كل فتره، يعني مش تنطري سنتين لترجعي على السوق؟ طالما الناس بتحبك، يعني انت ما في كلفه بينك وبين الناس لتحببيهم فيكي مثل غيري، عرفتي؟ فليه؟ لانه 100% عم تحكي، وهلا رح يكون في تواصل دائم، ما بقى في انقطاع عن الناس ابدا. نعم، هلا يعني خلص مثل ما بيقولوا زحنا الستار وبلشنا عن جديد ان الله راد، وبنزلت خير الكلام من مقلة ودل، في غنية تانية دغري من بعدها ان شاء الله يا رب، عم تتحضر وعم تتسجل، تقريبا رح تكون خالصة وجاهزة ان شاء الله يا رب بنص رمضان بتكون بالاسواق كمان. يعني ما رح تغيب. نحن ما بنحبك تغيبي ابدا قليل. الغنيه رح بتكون لبنانيه ولا خليجيه ولا مصريه؟ لا خليجيه، لبنانيه، الخليجي تركته لاول الشتاء ان شاء الله. رح تصوريها على طريقة الفيديو كليب ولا لا؟ اكيد بلا، رح تصوريها. ايه رح نصورها. رح نصورها على طريقة الفيديو كليب. حتى خير الكلام كمان عم نتشاور انه نصورها، لانه بما انه حبيت الناس كثير واسترعت بالمراتب الاول، يعني اكيد لازم تتصور الغنية. قالين يعني هون بدي اسالك سؤال، البعض شايف انه في شوية هيك تشبيه، عنه تشبيه بين هاي الغنية تحديدا، يعني خير الكلام ما قل ودل واغنية بعدك على البال اللي كمان بتاخد العقل. لاحظتي هذا الشيء؟ تقصدتي هذا الشيء بالاحرى؟ لا انا شفتها كثير بعيدة، يعني انا يمكن خيرت خير الكلام ما قل ودل بشوي بشيء قديم لإلي، ممكن قالوا لك ايه فيها هيك عالي، طول غيابك علي، يعني وخير الكلام ما قل ودل، يعني فيها هلا التوناليتي بالصوت العالي، شبهتهم لبعضهم اكثر من بعدك على البال، يعني غنية رايقة ورومانسية بشكل حلو، يعني بس منا ما بترقص قد هولي. 100% 100%. قالين عم بتشوفي شي برامج المواهب اليوم على شاشة التلفزيون؟ بتفضي إلك جلد بتابعي بالتلفزيون ولا لا؟ ايه بلا، بتابع اوقات وقت بكون ما عندي سفر، بكون انا قاعدة سهرانة بالبيت وهيك، بلا بتابع اكيد، بشجعهم اكيد من كل. شو عم يلفتك؟ اي برنامج كان هلا عم تحضريه؟ بالآونة الأخيرة هلا عم بحضر عرب ايدل. ايه بحب الشاب المصري محمد.
بحب له دفى صوته كتير يعني بذكرني بهيك عبد الحليم وشوي عمرو دياب يعني شكله حلو كتير. وكمان بيلفتني كمان الشاب الفلسطيني صوته رائع وبيعرف يغني كتير حلو. صح يعني هو الاثنين بحبهم. طيب هو بتحبيه مين ما بتحبي من لجنة الحكم بتقولي له قوم لاقعد محلك؟ لا ليك ما بقول لحق قوم بلو زحلي تقعد حدك. طيب مين؟ ما بعرف يعني ما بعرف انه بتعرف ما فكرت فيها هيدي انه انا اكون عم بعطي نصيحة لحدا ما بعرف ما فكرت فيها ما بعرف اذا بنجح فيها ولا لا بس انه حلوة يعني ما بعرف انه بحس مش ناقصك شيء ابدا يعني عندك خبرة وشاطرة ومهضومة وخير الكلام ما قل ودل انه بحس مضبوط وصادقة بكثير رح انصحهم لا 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 يكونوا ناجحين ما رح اكذب عليهم. بس ما قلتي لي حد مين بتقولي له زيحة بليز بدي اقعد حدك بلجنة التحكيم؟ حسن شو انك مزوقة؟ ألين اليوم بعد يعني من بعد ما قطعتي شوط كتير كبير بالفن وقدمتي أعمال وحققتي كتير يعني مرات أغنيات ناجحة بتحني لهيك لهيدي فترة لالي لي عز عليا اللي اشتغلتي فيها مع جيجي لمارة بتحني لهيديك الأيام ولهيدي المرحلة ولا لا؟ هلا كل فترة فيها نجاحاتها يعني ما في فترة ما بحبها ما بحنلها وما بتذكرها وما فيها سيئات وحسنات أكيد كل فترة نجاح لإلي أنا بحنلها أكيد بتحني يعني أكيد بحن للنغم الوتر وصلت الرسالة يا الله عليك تحركوش أليم نعم. بعد هيك 20 سنة تقريبا ما بدي كبرك أنا عرفتي اللي عم بيشوفك على التلفزيون كان عم بيقولوا لي إنه سألها لألين شو السر بعدك يعني بعدك مثل ما أنت لا بتكبري لا بتصغري لا بتطولي لا بتنصحي عم فكر بعد أصبح عشر سنتي خبريني شو 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 سر هالنضارة وهالرشاقة نعم. اللي عندك وحضورك الحلو ما بعرف يعني صدقني ما عندي شيء يعني أكثر من إنه بعمل سبور باكل هيك شيء يعني منيح يكون مشي مش فات وما فات وهي القصص وكثير بمارس الرياضه تقريبا 3-4 مرات بالجمعه نعم وابدا مني يعني بنام بكير اذا ما عندي شيء وبحافظ على حالي بتعرف يعني اليوم الجو اللي نحن فيه كله تلوث انتبه على حالنا هيك وممكن هذا الشيء بيعكس من جوا القلب بيعكس الروح بتعكس 100%. تسمحي لي باخر هالاتصال زفتك على الهواء؟ ليه غزفني؟ عرفت انه في شيء هيك عم بيدور بالافق. والله منك هين يا عمي. يلا قلي ان شاء الله خير. بنقول لك مبروك. بعد ان شاء الله خير. شو ناقص؟ شو ناقص النعم. اليوم انت على وشك الارتباط جديا. صح؟ أكيد ممكن نعرف مين سعيد الحظ مين هالشخص المحظوظ اللي بده ياخذ ألين خلاص ما فينا هذا سكوب هيك نعطيه ثانية هيك بده وقت وبده هيك يعني بده طيب منخبيه لجلا منخبيه لجلا الله يوفقك ألين عن جد بنتمنى لك الخير والكل بينبسط لك بهيدا الخبر ميرسي كثير لإلك كمان عندك اخبار واسرار يعني وعارفه انا كمان انا وقاعد على مكتبي بتوصلني الله اكيد وليد يعني ما بده اثنين يحكي فيك انت الله يا عمي تسلمي انا حابب اختم هالاتصال بصوتك الحلو ألين نعم بتعرف مع اني مشبوقه شوي وهيك هاليومين ما عم صح من الجريب سلامة قلبك بس تسمعك شيء بدك يعني يومي عد بحبك للمي بدك يعني يومي عد بحبك للمي ليضل مطمن قلبك رح قول اوعد لك ليضل مطمن قلبك رح اقول اوعد لك كم مرة قلت وانت المفهمت بين بعيونك
حل الكلمات ترارا. يسلم صوتك، يسلم هالصوت، والله يحمي لك يا ألين، وأنا بتمنى لك توفيق وميرسي كتير على هالمداخلة الحلوة واللي بتشبهك. ميرسي لألكم وأنا بشكركم، وميرسي لألك وليد، بجلك تحية كبيرة ولكل المستمعين. شكرا لألك وأهلا وسهلا، نورتينا. ميرسي، باي باي. جديد من نحيي كل المستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا دايما عبر هوا البلد وتحديدا من برنامج جلا شو. وبدي وجه كمان تحية خاصة برا جديدة لزميلتي أنيتا عدوان اللي عن جد فقد لها كتير بهيدي الحلقة، ولكن لظروف خاصة نتيجة إجراء مقابلة خارج الاستوديو اضطرت أنه ما تقدر تكون معنا بهيدي الحلقة استثنائيا. منتبع نحن وياكم جلا شو ومنقوم بجولة سريعة على آخر وأهم الأخبار الفنية بلبنان وبالعالم العربي وحتى بالعالم. البداية رح بتكون مع الممثلة تحديدا تقلى شمعون، حيث ارتقت لجنة الدراما بالميريكس دور لهذه السنة أنه تكرم تقلى شمعون على دور المميز بمسلسل روبي وتكون خارج المنافسة، يعني أنه تحصل على جائزة تقديرية قائمة بحد ذاتها لإلها. طبعا ولما لجنة الدراما بالميريكس دور عرضت على تقلى هيدي الجائزة تحديدا وافقت شرط أنه يجي التكريم تحت عنوان أفضل ممثلة عربية، لكن لجنة رفضت هيدا الموضوع. ما عرفنا شو عاد صار، إذا رح يوصلوا لهيك حل توافق بيرضي الطرفين ولا لا. الأيام القليلة المقبلة بتخلينا نعرف شو رح يصير. تقلى شمعون، ننتقل نحن وياكم إلى الفنان فضل شاكر، الفنان المعتزل فضل شاكر الذي يثير البلبلة منذ اعتزاله للفن. يعني فضل أثار هيك بلبلة بالصحافي وبالإعلام العربي تحديدا من وقت ما اعتزل أكثر بأضعاف من ما كان عليه لما هو كان فعلا فنان وبيغني. فنشرت العديد من المواقع الإلكترونية أنه من المتوقع أنه يشارك الفنان المعتزل فضل شاكر بأداء وصل إنشادي بمهرجان النصرة للثورة السورية يوم الأحد المقبل بحسب ما أعلنت الجماعة الإسلامية بصيدا وهي الجهة المنظمة للمهرجان. وترتد أن المناسبة رح بتشكل انفصال لفضل شاكر عن الشيخ أحمد الأسير من بعد ما كان في توأمة بينتهم بالفترة الأخيرة، وبعد ما لوحظ أنه فضل شاكر أدى صلاة الجمعة الأخيرة إلى جانب المسؤول السياسي للجماعة بصيدا بسام حمود بمسجد الحريري و ليس إلى جانب الأسير بمسجد بلال بن رباح كما جرت العادة. روح حبيبي روح، شو بدك في إنسان تركني بحالي؟ يا حبيبي روح يكفي جروح، أنا كنت نسيتك شو اللي جابك عبالي؟ الإحساس مثلا معقول يجي حدا يعبي محله لفضل شاكر؟ ما بعرف شو رأيك يا جورج؟ ما حدا يلا منروح من فضل شاكر إلى نجمة المجتمع الأمريكي كيم كارداشيان اللي شاغل الصحافي والإعلام والويب سايتات وكل العالم بأخباره. وعلى ما يبدو أنه انتهى صراع رسميا بين كيم كارداشيان وزوجها السابق كريس بحصولها على أوراق الطلاق بعد سنة وسبع شهور على انفصال. وصارت اليوم كيم كارداشيان مجددا امرأة عازبة، مع أنه حبلي من كاني ويست. عرفت كيف أنه عازبة وحبلي؟
طب معقول؟ فبيتت مثل ما قلنا كيم مجددا امرأة عازبة بعد حصولها على طلاق بشكل رسمي نتيجة الخلافات بينها وبين زوجها السابق اللي ما قبل انه يعطيها طلاق بسهولة على الرغم انه عرضت عليه ملايين الدولارات ليحل الامور بيناتهم بشكل ودي. اليوم نجمة برامج المجتمع بتت حرة للزواج من جديد من حبيبة ووالد طفلتها المنتظرة، والمعلومات تشير الى انه رح بيأجلوا الزواج، يعني كم وكاني رح يأجلوا الزواج الى ما بعد ولادة طفلتهم، علما بانه كم مصرة على اقامة حفل هيك صغير، وطبعا ما رح تقارن بالشي اللي عملته مع كريس قبل، بس هي حابة تعمل هيك حفل كتير صغير. ما ننقل ألف مبروك مرة تانية، يعني أنه بتجدد دايم كم بتحب تنوع. كيم كارديشيان منروح إلى مصمم الأزياء العالمي كارل لاغرفيلد اللي على ما يبدو أنه كلمة اعتذار منا موجودة على الإطلاق بقاموسه، حيث ما زال مصر على رأيه السابق اللي سبق وأدلى فيه بكل من بيبا ميدلتون اللي هي أختها لكيت ميدلتون وبالفنانة النجمة العالمية أدال. المصمم الشهير اللي سبق وقال أنه بفضل خلفية بيبا ميدلتون على وجهه سؤل مجددا إذا كان ما بيحب وجهه لا بيبا، فقال لهم لا بعتقد انه شقيقتها كيت هي افضل منا بقليل. اما عن تصريحه السابق عن انه أدال، كنا بنعرف أدال اللي بتغني، انه هي ممتلئة جدا، فوضح قصده وقال من جديد انه هو ما قال انه هي ممتلئة بل قال انه جسدها دائري، انه جسد دائري يعني اكيد ممتلئة، والجسد الدائري حسب قوله يعني هو قليلا ليس بممتلئ، منه ممتلئ خصوصا انه تتمتع بوجه كتير حلو. وهي عم بيقول لاغرفيلد بعد هالملاحظات اللي وجه لها اياها فقدت 7 كيلوغرامات من وزنها، وهيدا امر ايجابي، والرسالة اللي حب يوجه لها اياها ما كانت سيئة على الاطلاق، وعلى ما يبدو انه أخذتها بعين الاعتبار. يذكر أنه لاغرفيلد كان أثار بلبلة كتير كبيرة عن تصريحه سابقا بأنه أدال هي ممتلئة ولكنها بتتمتع بوجه جميل وصوت رائع، وقد دفع عنا وقتها العديد من النجوم بهوليوود. يكون جلشوا وننتقل إلى الفقرة الأخيرة ببرنامجنا، الفقرة الأهضم والأطرف واللي كتار بينطروها وبيحبوها، جلا ومش جلا. لمين منقول اليوم جلا ومش جلا؟ منتبه احنا وياكم سوا. تبع معكم جلا ومش جلا، في حدا بعت لي هلا اس ام اس بس ما عرفت من مين لانه مغير الاباراي، فبعتوا لي اس ام اس انه بحب اعرف من مين لانه كلامي كتير حلو بيعكس نفسيتهم. كرمال هيك فيكم تبعتوا اس ام اس تاني بس لنوضح مين. ميرسي. يلا البداية ما نقول جلا لمهرجانات البترون الدولية اللي على سنة تاني للتوالي استقدمت الفنانة ماجدة الرومي، فمن قلهم جلا كتير كبيرة لمهرجانات البترون اللي احنا دجا حضرناها السنة الماضية وشفنا الأجواء الرائعة اللي خلقتها ماجدة بحفلة واللي حضروا الألاف الذين تقاطروا من مختلف المناطق اللبنانية ومن دول العربية، رغم انه بوقتها كان في أحداث أمنية بطرابلس والوضع منه كتير منيح، بس دائما في لبنان إرادة وقوة الحياة هي أكبر بكتير من قوة الشر. ما تقلي حبيتك، لا لا عم تمزح أكيد، يعني هالقلب الصبي طاير بحبك. ما
بس للتوضيح انه الاس ام اس اجاني من شخص بعزه كتير 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 الست منى خوري اللي بدي وجه لها تحيه كتير كبيره، بحبك قد الدنيا انا وانت بتعرفي قد ايه، شقيقة الفنان مروان خوري وطبعا مسؤولية مكتب الحرة بلبنان وكمان مشرفة على مهرجانات بيبلوس، فبوجه لك تحية وبنبسط لما بتسمعينا. وجنى هيدي ظهر البيعة منتبه منقول جلالة كل الفعاليات والمستشفيات والشخصيات السياسية اللي هيك تفاعلت مع حاجة الممثلة الكوميدية اللبنانية أماليا أبي صالح دخولها إلى المستشفى، فعلى الفور العديد من المستشفيات وعديد من الشخصيات السياسية اتصلوا فيها وطبعا شرعوا أبواب ووضعوا حسابهم الخاص من أجل تلقيها العلاج المناسب، لأنه من المعيب جدا بهيك بلد نحن بالقرن 21 بال2013 فنان يكون بحاجة أنه يفوت على المستشفى وما يقدر، فقال كتير لكل الشخصيات. بنقول مش جلالة لنانسي أفيوني اللي أقدمت بالحلقة مش الأخيرة قبل هيدي الحلقة تحديدا ببرنامج سبلاش على تصرفات وصف البعض بالخدشي للحياة هي وصديق مقرب منا جدا جدا، هذا اللي استفز كتير من الأشخاص اللي كانوا موجودين جوا مع الجمهور، فمش جلالة لنانسي. بدنا نقول جلا لأنطوانيت عقيقي على خفة دمها وعلى هضمتها، مع أنه كتير هيك بتحكي قصص أوفر مرات، بس ما بعرف أنا شخصيا بتقبلهم منها لأن حدا مهضومة وقريبة من القلب ومنا يعني منا خبيث، يعني ما منحس عم نمثل أنه بيطلعوا منا بطريقة عفوية، مع أنه كتار قلت لهم بدي حط لها جلا غلطوني قالوا لي أنه لا وليد أنه ما بتستاهل أنه المرة سئيلة وكتير بتبالغ أوفر على التلفزيون، أنا لا بشوفها أنه كتير مهضومة دومي أنطوانيت، مع أنه ما في معرفة شخصية بيني وبينها من إلا جلالة أنطوانيت. بدنا نقول مش جلالة وجيه سائر اللي ظهر ببرنامج سبلاش كمان بمايو، اللي شاف المايو خلي هو يحكم ما رح أحكي كتير، واللي كان عامل تاتو على كل جسمه ما فهمت يعني شو الهدف من هيدا الموضوع، انه انت طالع يعني انت عم تتبارزوا مين بشك بطريقة افضل لتحصلوا على علامات، شو الهدف من هيدا المايو ومن هالتاتو اللي كتير هيك مستفز حسيته، في علامة استفهام على الموضوع. منتبع ونقول جلا للموزع الموسيقى اللبناني ميشيل فاضل اللي منحبه كتير واللي عم بيفاجئنا بموسيقى رائعة جدا جدا ببرنامج عرب أيد الحيس، عم يعمل دمج رائع للموسيقى وطبعا المشاهد العربي عم يستمتع بهالنوعية تحديدا، فجلا لميشيل فاضل. بنقول مش جلالة لكل اللي ساهم بإخراج المشترك السوري عبد الكريم حمدان اللي بيتمتع بخيمة صوتية رائعة واللي كان بيستحق البقاء، وهيدا الموضوع أثار حساسية عند الشعب السوري اللي صبوا جام غضبهم مثل ما بنقول على الفنانة أحلام، لأنه اعتبروه هي المسؤولة الأولى عن خروج هيدا المشترك تحديدا عبد الكريم حمدان من بعد ما أعطت بطاقة الإنقاذ هي وراغب علامة للمشترك السعودي وما كان بيستحق وقتها، فحرام طلع وهو عن جد صوته حلو كتير عنده خامي وصوته هيك رحب يعني قادر على تأدية مختلف الأنواع الغنائية، فمش جلا على كل اللي ساهموا بخروجه من البرنامج. جلا كتير كبير لنجم العالمي مايكل دوغلاس اللي قال انه الجنس الفموي تسبب لإله بسرطان الغدد اللمفاوية، معقول ولا التلميذ ابن ستيان ما بيعرف انه هيدا ما بيعمل كانسر، هلا هو رجع نفيها بعدين عرفت لانه اكيد كان بشيلة من صرح هيك تصريح.
كمان بدنا نقول مشكلة لدومينيك حوراني على اغنيتها الجديدة العلكي، العلكي المعلوكي اللي طقش فقش كستيل، اكيد ما رح نسمعها. وعلى طلتها بكوميكاز اف اف، خير الكلام ما قل ودل لدومينيك. مرات بتحس حالك منك قادر توصف المشهد قدامك، عرفت يعني شو بدك تقول؟ مثلا اخر جلا رح بتكون للفنانة نانسي عجرة مع اغنيتها الجديدة اللي صدرت اخيرا من إلا جلا، كتير كبيرة لنانسي، اعمل عقلة. يلا نسمع سوا. آخر جلال الفنانة نانسي عجرة منوصل إلى ختام برنامجنا جلاش، وإن الله راد اللقاء معكم بيتجدد الأسبوع المقبل نهار الخميس بتمام الساعة 5 بعد الظهر، وبإعادة نهار الجمعة الساعة 1 الظهر، وكمان اليوم بالليل الساعة 1 بعد منتصف الليل للمغتربين. أنا بدي أتشكركم جميعا، شكرا كتير كبير للزميل المخرج جورج عطلة اللي رفقني عبر الإخراج الإذاعي، كان معكم وليد فريجي من وراء الميكروفون. بتمني لكم بقيت هيك أوقات مسلية تمضوها برفقة منوعات هوا البلد. شكرا وإلى اللقاء.